اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم الناس الحلوه. السمنه طبعا انتوا عارفين انها مرض خطير جدا. طيب هتودينا لفين؟ يعني لما نقول مرض خطير ونقول ان ليها مضاعفات كتير، هتودينا فين السمنه؟ السمنه هتودينا الى الاعاقه التامه لجزء كبير من المجتمع، المجتمع العربي كله، لان السمنه حاله تؤثر على الامن القومي، مش بتاع بلد لوحدها، ده بتاع مجموعه كامله من البلدان ترتبط او يرتبط مصيرهم ببعض. المنطقه العربيه كلها مشكله السمنه فيها عاليه جدا، والمنطقه العربيه مشكله السمنه فيها وضحت بشكل كبير، لانه عوامل احداث السمنه بدات تبقى باينه لنا على انها حرب. التعبير اللي انت قلته ده حرب، ده تعبير دقيق. دقيق. حرب يعني ايه؟ لما الشاب والمراهق والطفل العربي، انا بتكلم على الوطن العربي كله، يتعرض الى مغريات مستمره طول اليوم، يتعرض الى مغناطيس بيشده باستمرار نحو الفاست فود والاكل خارج البيت، بمغريات تخليه مدمن بالمعنى الحرفي. انا مش ببالغ ولا بهول لما اقول كلمه مدمن. الاكل الموجود في الشوارع وفي الاماكن بتاعه الفاست فود يدعو للادمان. هم حاطين مكونات كده، هم قاصدين ده. ولذلك الولد الصغير ما تستغربش انه تاني يوم هيعيط لابوه والامه، خدوني المكان ده انا محتاج اكل هناك، انا حسيت بمستوى معين من السيروتونين من السعاده المرتبطه بالاكل ده، فانا لازم كل يوم او كل يومين او كل ثلاثه هروح هناك. أماكن الأكل اللي بقت مفروضة وفي وش، سبحان الله، تلاقي إيه؟ أماكن الرياضة عشان تروحها مشوار، تركب بمواصلة وتروح عشان تلعب كورة مع أصحابك في ملعب في آخر الدنيا، عشان تلعب مفيش ملعب قريب منك. لكن مطاعم الأكل على الشوط يخلص، وبعد الشوط الأولان التاني ما يبدأ أو أول ما يبدأ ونهاية المباراة. الأكل هو أغلى إعلان على الإطلاق موجود في كل حتة. ده مش معناه إن العالم، مش العالم العربي بس، ده العالم كله مش بيتعرض إلى غزو من صناع الأكل اللي هم بالآلاف، هنقول بالآلاف، اللي بيتكسبوا من الأكل واللي بيدفع الثمن ملايين بل مليارات. الناس كله هيدفع الثمن. عشان كده أنا بقول دايما إنه جراحة السمنة لعلاج السمنة المفرطة أصبحت حل من الحلول المهمة جدا علميا، وجزء مهم في الحوار بتاعها خاص بالسياحة العلاجية. ليه السياحة العلاجية مهمة؟ هنفهم النهاردة ليه السياحة العلاجية مهمة جدا، وإيه دور المنظومات العلمية المنوط بيها تنمية السياحة العلاجية، والربط بين الدول العربية كلها، عشان يبقى المواطن العربي حاسس إنه في أي مكان طالما هو بيعاني من حالة مرضية زي السمنة المفرطة هو يقدر يتعالج، ويقدر يتعالج بخبرات متبادلة كمان ما بين أجزاء مهمة في الوطن العربي. لأن هنفهم النهاردة السياحة العلاجية مش مجرد تقديم خدمة للمريض، ده كمان تبادل خبرات بين ثقافات أو قدرات علاجية وطبية مختلفة. النهاردة اسمين كبيرين واسمين قديرين النهاردة بيسعدونا بوجودهم النهاردة في الناس الحلوة، ضيف عزيز علينا جدا، يعني اسم قدير ويعني علمي من طراز رفيع النهاردة، الأستاذ الدكتور شهاب أكروف، استشاري جراحات سمنة بدولة الكويت الشقيقة، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة، ورئيس مجلس إدارة سليم تريم للسياحة الطبية العلاجية. أهلا بك دكتور شهاب، منورنا في الناس الحلوة. أنا جدا سعيد أكون معاكم اليوم في هذا المكان وهذا الانترودكشن الرائع وفي هذه القناة العظيمة. أشكرك شكرا جزيلا. ضيف العزيز، القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع بلا شك طبعا، ضيف العزيز الأستاذ دكتور إبراهيم عبد المجيد، استشاري جراحات السمنة، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة، المؤسس ولشركة سليم تريم للسياحة الطبية العلاجية، الاسم القدير. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن بي، شكرا جزيلا على المقدمة الهائلة وعلى الدعوة الكريمة، وبحيي حضرتك وبحيي أخويا وصديقي الدكتور شهاب، وشكرا. أنا أعتقد إنه الكويت ومصر هما أكثر دولتين عربيتين يعانوا من السمنة، صح كده؟ أكيد. أكيد. يعني سمنة في الكويت وسمنة في مصر قضية خطيرة جدا، لكن هبدأ معاك، هل السمنة مرض مزمن؟ السمنة مرض خطير، صنف الحين من منظمة الصحة العالمية الـ WHO كأنه مرض
كأي من الأمراض المزمنة الموجودة في هذا العصر، كأمراض القلب، كمرض السكر، كمرض الضغط، هذه أمراض وتحتاج علاج. أي مرض يحتاج علاج يعتبر مرض مزمن، أو قد أو يكون يعني مرض مزمن. يعني مريض السمنة أكثر ما يعني يقول في خاطره أنه لا يعالج أو لن يعالج، ده مريض السمنة بيعتقد كده أنه هيفضل طول عمره كده، وممكن يعتقد أنه ما يحتاج علاج، وهذا أسوأ، لأن أغلب يعني لو نشوف كل الدراسات تأكد أن أغلب الناس اللي يعانون من السمنة فقط 1.3 أو 1.3% من أغلب الناس اللي يعانون من السمنة يذهبون لمتخصصين علشان يشوفون إذا في ممكن في قدرتهم أنه ممكن يضعفون أو يشوفون أي حل للسمنة. فهذا عدد يعني أو نسبة جدا بسيطة، 1.3 أو 1.3% من كل الناس اللي يعانون من السمنة. لما نقول لمريض السمنة غير نمط حياتك، بيعتبر أن الجملة دي نوع من نسميها كده الكليشيه، يعني كليشيه يعني جملة نمطية بنقول كأنه كلام دكاترة يعني. أكيد، لأن في مقولة أن الشخص السمين هو شخص مهمل في صحته، وأنا لا أتفق مع هذه المقولة. هذه المقولة خاطئة، لأن المرض السمنة عبارة multiple factors، في عوامل كثيرة تؤدي للسمنة، جينات، عوامل وراثية، وعوامل هرمونية، وعوامل مجتمعية موجودة. الحين فرضا الأمراض الموجودة كالسكر والضغط، ما ينفع الشخص يعني ما ينفع أروح حق مريض السكر أقول له لازم تعالج السكر بالإرادة وتغير. أوكي، الإرادة والمواضيع هذه راح تساعد، لكن مو الحل. مرض الضغط أيضا لازم يأخذ علاج الضغط عشان يتعالج منه. مريض السمنة لازم يغير لايف ستايل ماله، ولازم يشوف طبيب يغير له بعض الأمور، يصلح له بعض الأمور اللي عنده، إذا كانت هرمونات، إذا كان عنده خلل اعتلال بالهرمونات، أو إذا عنده اعتلال بالأيض يتصلح مع عمليات السمنة. فهذا العلاج، العلاج مو بالإرادة، مو كل شيء العلاج بالإرادة، لأن السمنة مرض مزمن، والمرض المزمن يحتاج علاج يا دوائي يا جراحي، وممكن يتخلص منه. الإرادة غير كافية لعلاج السمنة. كان دايما في علاج السمنة تلصق به كلمة اسمها ماراثون، يقولوا إيه ماراثون علاج السمنة، يعني حتى مفيش مرض تاني كلمة ماراثون تتحط جنبه غير السمنة بس. وماراثون كما يعلم الجميع هي معناها السباق الطويل أو السباقات الطويلة، نفس الطويل، هقعد بقى فترة طويلة. ثم جاءت جراحات السمنة، هل جراحات السمنة غيرت هذا المضمون؟ دكتور أيمن، عجبني جدا في المقدمة حضرتك قلت حرب، علاج السمنة حرب، الحرب بطبيعتها جولات كار وفر، النجاح فيها للي نفسه أطول. اللي بيعتقد أن جراحات السمنة هي حل جذري لمشكلة السمنة خاطئ تماما. الجراحة هي جزء وخطوة كبيرة في ماراثون علاج السمنة. المريض اللي بيعتقد أنه بالعملية هتنتهي مشاكله مع السمنة، ده تفكير خاطئ. لازم يبقى عارف أن تغيير نمط الحياة اللي حضرتك قلته والدكتور شهاب أكده، ده جزء أساسي ولا يتجزأ من علاج السمنة. المريض لازم يبقى عارف أنه هيلتزم مدى الحياة بطبيعة أكل معين، ممارسة الرياضة بصفة منتظمة، مش بس في الفترة الأولى بعد العملية، ده أسلوب حياة لازم هيتغير. لأن إحنا شفنا خلال السنين اللي فاتت نسبة مش قليلة، ممكن بتوصل مرات ل 25-45% من الناس اللي عملوا عمليات بدأوا وزنهم يرجع تاني، سواء ما وصلوش للوزن المثالي خلال سنة أو سنتين، وده كان بيسموه primary failure أو فشل أولي، أو الناس اللي وصلوا حققوا الوزن المستهدف بعد العملية، وبعد سنتين بدأ يرجع وزنهم تاني للوزن اللي قبل العملية. فعشان كده علاج السمنة محتاج نفس طويل، محتاج تعاون من المريض مع الجراح، محتاج متابعة دورية، محتاج التزام بتغيير نمط الحياة، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، الابتعاد عن الأكلات زي ما حضرتك تفضلت الفاست فود والنشويات والسكريات والمواد الغازية قدر المستطاع. فهي مش بس عملية جراحية، العملية الجراحية حققت نجاح كبير وطفرة كبيرة في علاج السمنة،
ولكن النجاح ده قد يكون مؤقت إذا المريض ما التزمش بتغيير نمط حياته بعد العملية. السؤال ده يعني مهم أو لازم نقف ده شوية. مريض جراحة السمنة ده مريض غالبا جاي على رجليه، كتير منهم جاي على رجليه وجاي ما بيشتكيش من حالة مرضية واضحة باستثناء أنه قد يكون ساعتها عنده سكر. في طبعا مرضى بيجي عندهم سكر وعندهم مشاكل ديسكات وعندهم مشاكل كتير يعني، بس في منهم برضو جزء تاني عنده 23 24 سنة لسه المضاعفات ما ظهرتش، فهو جاي على رجليه زي ما بيقولوا. فهيسأل سؤال عن الأمان. الأمان ده أكتر حاجة بتشغل مريض السمنة، لأن زي ما قلت لحضرتك وأنا بقدر المريض السمنة في الحالة دي، لأن هو مش إمرجنسي بالنسبة له، هو مش داخل في حالات كتيرة مش إمرجنسي. طبعًا في حالات جراحة سمنة بتتعمل إمرجنسي، يعني فعلًا أنا محتاج في خلال شهر شهرين أدخل أعمل له عملية غالبًا لأنه في الشهرين الجايين دول حياته في خطر. لكن في المعظم اللي أنا بشوفهم صحابي كلمة الأمان دي أول سؤال بيسأله لي، العملية أمان؟ أنا سمعت كذا. والتقنيات الجديدة اللي انتوا بتعملوها كل شوية دي كلها تجاه الأمان. دكتور أيمن، هل السمنة أو مريض السمنة في أمان؟ Yes or no. لو فكرنا أن مريض السمنة ممكن يمشي على رجله، ممكن دلوقتي أموره كويسة وكل حاجة تمام، لكن غالبا هو في مرض السمنة عليه خطر من السمنة أكثر من العملية الجراحية. العمليات الجراحية فيها نسبة يعني برسنتج للمضاعفات، لكن لو شفنا مضاعفات السمنة ممكن مضاعفات ونسبة مضاعفات من السمنة وخطر السمنة يزيد عن خطر العملية بشكل جدا كبير. علشان كذي التنظيم لعمليات السمنة قال أو التنظيم قال إذا شخص البي ام اي أو كتلة الجسم مرتفعة فيجب أن يعمل عمليات السمنة. أمان العمليات الحين ساهم بشكل جدا كبير لتقليل نسبة المضاعفات. التكنيك أو التقنيات الجديدة الموجودة في الدباسات الجراحية، التقنية الموجودة في إجراء عمليات المناظير، إجراء بحد ذاته عملية التكميم والتوصيات العالمية بالقياسات وقياس الأنبوب القياس وطريقة التدبيس والابتعاد عن بعض الأماكن واستخدام طبقات الحماية أو الحماية زاد بشكل جدا كبير من أمان العمليات الجراحية، وهذا الشيء قلل نسبة المضاعفات بشكل جدا كبير. قد تكون الحين نسبة أمان عمليات الجراحية أو عمليات السمنة أمانها يساوي أمان عمليات الدودة الزايدة والمرارة. فهل الدودية فهل الحين الشخص اللي بيجري عملية الدودة الزايدة حيتكرر وحيروح حق ناس إيه رأيك بالعملية الدودة الزايدة، خطر أعملها ولا مو؟ أنت في مشكلة الدودة الزايدة ملتهبة، أنت لازم تعمل العملية. الأمان موجود في هذه العمليات وأمانها الحين جدا مرتفع. ناس كتير بتسألنا عن إصلاح العمليات اللي اتعملت بتقنيات قديمة وبدأ المريض إلى حد ما يزيد وزنه تاني، تكميم مثلا. العمليات الترميمية وإعادة إجراء العمليات أو مثل ما تفضل زميلي دكتور إبراهيم، الفيلير أو الفشل العمليات، فشل العمليات قد يكون له أسباب جدا كبيرة. لو بنتكلم على التكنيك أو التقنيات المستخدمة الحين في إصلاح العمليات التي فشلت أو ما حققت نتائج، الإجراءات جدا كبيرة، ممكن في أكثر من 10 عمليات أو أكثر أو أشهر تقنيات لعلاج مضاعفات العمليات السابقة أو فشل الحصول للوزن المثالي. يعتمد، ما في عملية واحدة تعالج كل العمليات ولا يوجد عملية يعني معينة هي الجولد ستاندرد، لا، لكل شخص لازم نفصل العملية أو نعرف شنو المشكلة بالضبط ونعالجها، وهذا اللي راح يزيد نسبة نجاح حل المشكلة اللي يعاني منها أي شخص. هنرجع تاني للجراحات ونرجع تاني للسمنة، بس أنا عايز أتكلم شوية على السياحة العلاجية لأن دي نقطة مهمة جدا جدا. وأعتقد إن الوطن العربي أصبح دلوقتي ما شاء الله يعني الوطن العربي كله بقى يعني نقدر نقول بيت كبير
نسبيا لكن سهل جدا ان انا الصبح اكون في الكويت ارجع بعد الظهر صحيح. مصر صحيح. اروح تاني يوم دبي ارجع تاني اروح افوت اعمل عمره في السعوديه صحيح. افوت على اخواننا في يعني مغرب مثلا اروح لهم اقعد يومين يعني ممكن في 3 4 ايام الف الوطن العربي. انا عندي مصر عندي تركيا عندي الاردن عندي رومانيا عندي المكسيك عندي دول معينه. ايه الارقام الخاصه بكل الدول دي في ناحيه السياحه العلاجيه؟ انا هقول لحضرتك حاجه دكتور ايمن. فكره السياحه العلاجيه او التنقل من مكان لمكان بهدف الحصول على خدمه طبيه مش لازم تكون عمليه. في ناس بتسافر عشان تعمل فحوصات، في ناس بتسافر عشان تستشير طبيب معين، في ناس بتسافر عشان تروح مستشفى تعمل تشيك اب، في ناس بتسافر عشان زي ما قلت حضرتك تعمل تحاليل، وفي ناس بتسافر عشان العمليات. الفكره موجوده من عشرات السنين وكان الهدف الرئيسي منها ان تقليل التكلفه الفعليه. في اماكن بتبقى فيها تكلفه العمليات غاليه جدا او تقديم الخدمات الطبيه فيها تكلفتها عاليه جدا وخدمات ما بتبقاش متغطيه بالتامين. في ناس في دول بتبقى التكلفه فيها اقل. فعلى سبيل المثال كانت الناس بتسافر من امريكا للمكسيك، الناس بتسافر من غرب اوروبا لشرق اوروبا زي ما حضرتك تفضلت رومانيا والتشيك، الناس بتسافر من منطقه الخليج العربي للاردن ومصر وتركيا. الأرقام أنا أقول لحضرتك أن الأبحاث الأخيرة والإحصائيات الأخيرة أثبتت أن من 10-25% من الناس اللي بتسافر للسياحة بيبقى بهدف السياحة العلاجية. يعني واحد مسافر بهدف السياحة هو وأسرته أو لوحده وفي ظل رحلته بيبقى مخصص وقت للاستشارات الطبية أو للعمليات الجراحية أو للتحاليل والفحوصات الطبية. تركيا لوحدها في آخر 3 أو 4 سنين بيدخلها مش أقل من 30 مليون سائح. الإمارات بيخشها تقريباً أكتر من 15 مليون سائح سنوياً. ما شاء الله. إحنا في مصر بيدخل لنا تقريباً 5 مليون سائح بس سنوياً، فإحنا بعيد شوي. تمام؟ أنت فوجئت من الأرقام دي حقيقة. إحنا بعيد شوي 5 مليون وهم 30 مليون؟ دي حقيقة. هم انا لا لا انا يعني انا بالنسبه يعني انا بفرحان لما تقول لي الامارات دخلها بيت حبايبنا وفي بيتنا بابا فرحان لهم. دي حقيقه. لكن تقول لي تركيا دخلها 30 واحنا 5 لا ازعل. دي حقيقه. احنا بعيد شويه لكن مش بعيد قوي رغم ان احنا إن شاء الله. القدرات العلميه في مصر اعلى. القدرات العلميه عاليه جدا، الامكانيات الطبيه عاليه جدا، المستشفيات مجهزه بشكل عالي جدا وفيها احدث الاجهزه والتجهيزات الطبيه. عندك كل محاور نجاح السياحه العلاجيه، عندك السياحه الصيفيه والشتويه والجو واللغه العربيه للسائح العربي، ده مهم جدا. والطيران وشركات الطيران والفنادق والخدمه الفندقيه، فعندك والسعر. كل مقومات النجاح. يعني السعر بتهيألي مع أقل. مع اللي حصل في تغيرات العمله افاد السياحه العلاجيه مدرها. دي حقيقه. السعر في مصر وتركيا بيقل تقريبا 40-50% من الاسعار في المناطق الثانيه. عشان كده بقول لحضرتك مصر المفروض تتميز اكتر بالسياحه العلاجيه. المستقبل في العالم كله للسياحه العلاجيه، كل المؤتمرات الاخيره اللي بنحضرها بيبقى فيها جزء مخصص للكلام عن السياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه ليها مزايا كتير، احد مزاياها الاسعار، وده مش الميزه الوحيده، لكن كان احد المشاكل اللي بنواجهها في السياحه العلاجيه هي المتابعه. ان المريض بيسافر ممكن ما يبقاش عارف دكتوره، ممكن ما يبقاش عارف المستشفى، ممكن ما يبقاش شاف دكتوره، يبقى التواصل بس عن طريق السوشيال ميديا او الواتساب. احنا في مشروعنا بنسهل ده على المريض، وفرنا ان الدكتور هو اللي بيشوفه في بلده وبيسافر يعمل له العمليه. زي ما حضرتك تفضلت ان المسافات قربت جدا بين كل الدول العربيه، الدكتور بيسافر يعمل العمليه في مستشفى في دوله تانية زي مصر، زي ما احنا جينا مصر مع الدكتور شهاب، وبيرجع تاني يتابع المريض في بلده. ده بيوفر امان اكتر، ده بيوفر ثقه اكتر في الدكتور في الطبيب، وده بيوفر الاتصال المباشر بين المريض قبل العمليه في مرحله التقييم، ودي مرحله مهمه جدا في اختيار نوع العمليه ووقت العمليه واذا كان المريض محتاج العمليه ولا لا. المريض دايما بيبقى مرات كتير موجه انه يعمل عمليه قد تكون غير صالحه له، قد يكون
على سبيل المثال عنده ارتجاع شديد في المريء وهو عاوز يعمل عملية تكميم، ودي احد الاسباب اللي ممكن ما نقدرش نعمل فيها عملية تكميم يعني نروح لعملية تحويل مسار الكلاسيكي في حالة الارتجاع. في حالة الارتجاع، ارتجاع المريء. فعشان كده بقول لحضرتك تقييم المريض قبل الجراحة مهم جدا جدا جدا، زي العملية الجراحية وما بعد الجراحة. طيب دي شهادتنا نحن في انا عايز اسمع يعني رأيك انت بمنتهى زي ما بيقولوا الصراحة الشفافية او الشفافية، وتقول لنا المزايا والعيوب اذا كان في عيوب. صحيح احنا على فكرة يمكن بعد رمضان ده سيزون جديد في الناس الحلوة، هيكون شعارنا اللي هو الصراحة المطلقة وهقول ايه السخونة يعني احنا الحوارات الساخنة. قل لي المزايا والعيوب اللي انت شايفها. المزايا كجراح عربي شوف ببساطة، انا اليوم اجريت تكميم في دولة في جمهورية مصر العزيزة، ف يعني كمتخوف يعني كسمعتي مريضي جاي من الكويت اجري له اليوم العملية. طبعا احنا عملنا سيرش، شفنا المستشفيات، شفنا امكانياتهم، تاكدنا 100% ان المستشفيات الموجوده هنا اللي راح نجري فيها العمليات 100% فيها نسبه الامان جدا مرتفعه. تشيكنا الفاسيلتي او تشيك ذا فاسيلتي وشفنا الموضوع، الاجنحه، طريقه الدخول الخروج، الأطباء المناوبين لداخل المستشفى، الكادر التمريضي، كادر العمليات، أطباء التخدير. أنا اليوم صدمت إن اليوم في أحد المستشفيات الخاصة اللي في جمهورية مصر وأنا أجري العملية، فيوروني الأدوات الموجودة، اكتشفت إنه يجرون عملية قلب مفتوح وهذا عملية جدا كبيرة، لكن بالنسبة حق الإمكانيات اللي كانت موجودة كانوا يتكلمون معي كأنها عملية بسيطة. فأنا يعني قاعد أفكر عملية تكميم يعني عملية بسيطة مدتها 25 دقيقة أو 30 دقيقة مقارنة بعملية القلب المفتوح. يعني عملية قلب مفتوح، القلب المفتوح دي عملية ماشي فيها 8-9 ساعات وبعدين فيها ريسك على المريض، والتجهيزات كانت جدا ممتازة. فمهما كان مريض السمنة لو قلنا كان فيه مشاكل صحية وخطر العملية عليه، عملية القلب المفتوح اكثر خطوره طبعا، اكيد يعني فيها نسبه خطوره ممكن مرتفعه، لكن الامكانيات اللي موجوده في المستشفيات الخاصه هنا اغلبهم اللي شفناهم عندهم امكانيات اجراء عمليات جدا كبيره ومرتفعه، فهذا اعطاني امان بشكل جدا كبير. احنا عمليات السمنه نخاف من التخدير جراحين، اذا كان عامل التخدير والبنج هنا متطور او في خبره كبيره فهذا يعطينا امان جدا كبير. هذا الموضوع، هذا الانترودكشن لي يعني شنو المميزات. انا اليوم هذه الميزه اليوم انا عرفتها، انا ادري ان نظام الامان هنا جدا مرتفع، لكن اليوم هذه الميزه كانت يعني اعطتني امان وانشورنس اكثر ان انا اعمل العمليه وانا مطمن. رقم اثنين، اليوم احنا نتعامل مع جمهوريه مصر كدوله عربيه، اكل جميل، الخدمات متوفرة، أسعارها ممتازة. دولة الكويت لو بتشوف أغلب الجالية الموجودة فيها يعني من الكادر الطبي هم من دولة مصر. أغلب الكويتيين يتكلمون مصري، فنعرف مصري بيكلموا مصري كويس ونتكلم. أنا أتكلم الحين دلوقتي يعني معك. لا الغريب أنا ليه أصدقاء كويتيين، أكثر دولة وأكثر إخوة شفتهم بيتكلموا مصري كويس هم اخواننا من الكويت. دي حقيقة، لا يمكن تتوقع ان هذا الشخص او هذه الشخصية كويتية. صح، ازاي بيتكلموا بالدرجة؟ محدش في الوطن العربي كله يعرف يتكلم مصري. متأثرين بالثقافة المصرية. يعني لا بس انتوا بتعملوا حاجة غريبة. مفيش، انا كل الوطن العربي اصدقائي الكويتي لو بيقعد في مصر وبدا يتقن اللغه او هو هناك بيحب الدراما المصريه وبيتفرج وبكده يتكلم مصري مصري اكيد. صحيح، الثقافه المصريه قريبه على قلب الكويتيين للامانه.
أنا اليوم قاعد أقول حق دكتور إبراهيم إن أوري صوري وأنا صغير هنا ومن عمري تقريبا 9 سنوات وأوري رحلاتي السياحية مع والدي الله يرحمه ومع أهلي في جمهورية مصر، فثقافة قريبة. مدرسين أو التدريس أو المدرسين أو المعلمين في دولة الكويت من الجالية المصرية، الكادر التمريضي، الكادر الطبي بالكويت، من القانون كمان ناس كثير في القانون هراهم أكيد المستشارين يعني أكيد فهذه المواضيع في قرب، في تقارب ثقافات ما بين الدولتين ولله الحمد. أيضا الحين في تطور كبير في مصر، يعني أنا آخر مرة جيت يمكن قبل الكورونا، اليوم جيت في تطور كبير، في مستشفيات كبيرة، في عيادات أكثر، في ازدهار بشكل جدا كبير. هذا الازدهار أنا أتوقع لو إحنا استغليناه في مجال السياحة الطبية أو في هذا المشروع اللي هو إجراء العمليات في دولة أو جمهورية مصر راح استفيد منه المرضى اللي راح نجيبهم من دولة الكويت في هذا المجال بشكل جدا جدا كبير. خلينا أقول إنه في كلام دكتور شهاب الجملة مهمة جدا وأنا دي نبهت لها كتير، يبدو إن إحنا لا نقدم الصورة الحقيقية للجهد الطبي الموجود في مصر بشكل الأمثل بالنسبة لخارج مصر، لأنه دايما أنا بسمع من ضيوفنا وزملائنا أساتذة في كل المؤتمرات يقول أنا فوجئت لما رحت المستشفى الفلانية وأنا بجري العملية بتجهيزات، ده أنتوا عندكم تجهيزات على أعلى مستوى، ده زي التجهيزات اللي موجودة في كل دول الخليج وزي التجهيزات الموجودة في أوروبا، لأن الخليج يساوي أوروبا. صحيح. وإحنا لما نتقال لنا كده ما احنا نساوي اوروبا، فاحنا عارفين ان احنا عارفين، لكن يبدو ان احنا لا نحسن التعبير عن انفسنا او لا نستطيع نعمل البروباغندا اللي بتعملها مثلا دول تانية لا تمتلك نفس المهارات. صحيح. بس هم عندهم كاميرات حلوه بيعرفوا يصوروا شكل المستشفى، بيعرفوا يصوروا الشكل الاتراكتيف اللي بيعجب المريض. يعني انت متفق معايا في النقطه؟ اتفق مع حضرتك تماما، واعتقد ده دور مهم جدا للاعلام، المسلسلات والبرامج التلفزيونية. لا احنا المسلسلات ما شاء الله بنصور حتة بيحصل فيها خناقات من غير ضابط ولا رابط، والخناقات عمالة تحصل كل يوم في نفس الحتة ومفيش ضباط، رغم ان الحتة دي فيها ضباط وفيها امن وفيها امان ومفيش حد يقدر يضرب حد من غير ما القانون يقول له تعالى، بس احنا هنا في مصر الدراما ليها وجهة نظر اخرى. الناس هتزعل مني من الكلام ده، لكن انا احب الدراما المصريه. ما طبعا انا احب الدراما المصريه، بس الدراما المصريه اللي تعبر عن الواقع مش تعبر عن الخيال، ده فانتازيا. يعني الشارع المصري لا يمكن يحصل ان حد يعتدي على حد بالضرب من غير ما القانون يجيبه، ده بجد يعني القانون هيجيبه وهيعاقبه. حته بقى ان حد ده كان في وقت من الاوقات ايام ما كان مفيش امن وامان، لكن دلوقتي في امن وامان. صحيح. انا اتفق مع حضرتك تماما، دي رساله لازم نوجهها ان احنا نظهر احسن ما عندنا، وده أقل شيء نقدر نقدمه لدولة مصر. الحاجة الثانية، دولة تركيا على سبيل المثال زي ما قلت لحضرتك إن أكتر من 30 مليون سايح بيروحوا يوميا، لأن هم بيعرفوا يعبروا كويس جدا ويظهروا في مسلسلاتهم والسوشيال ميديا أحسن ما عندهم. إحنا محتاجين نعمل كده، مصر لا تنقصها إلا الناحية التنظيمية لنجاح مشروع زي مشروع السياحة العلاجية وإظهار الخدمات الطبية المميزة اللي موجودة في مصر والقامات الطبية المتواجدة والتعاون والفريق الطبي في مستشفيات يعني لا تقل كفاءة عن مستشفيات كتير في أوروبا أو في الخليج زي ما حضرتك تفضلت. خلينا نفتح بقى ملف سليم ترم وفصلنا الأول الاسم. عشان ما سليم مفهومة اللي هو تنحيف، ترم نفهم المعنى بتاعها، اشرح لنا كده بالراحة وقول لي وانت بتشرح لي دي مؤسسة تخدم السياحة العلاجية، ايه الفكر الجديد في النوعية دي من المؤسسة؟ انا اشكرك جدا على هذا السؤال، لان الحين انا بشرح لك الفكرة وراء انشاء هذه الشركة. دكتور ايمن، التغيرات الاقتصادية على الفترات اللي فاتت بال4-5 سنوات اللي فاتت أدت إلى عدم وصول الخدمات الطبية لقطاع جدا كبير موجود عندنا في بعض الدول العربية والخليجية، ما يخفى عليك هذا الموضوع. ففي ناس محددين محدودين الدخل، في ناس متوسطين الدخل، في ناس عندهم دخل عالي. بعض العمليات في دولنا ممكن تكون ما تكون
يعني مجدية لبعض الأشخاص اللي عندهم دخل محدود. لكن لما بحثنا في هذا الموضوع اكتشفنا أن في نسبة كبيرة من هذيل الناس اللي هم محدودين الدخل أو اقتصادياً غير مجدية معهم العمليات يتوجهون لدول يجرون فيها العمليات. طيب قلنا إحنا يعني هو الهدف من الموضوع ما هو يعني هدف مادي أو ربحي بحت، لكن هو نقدم خدمة طبية لهذه الشريحة من الناس اللي إحنا ما نقدر نقدمهم هذه الخدمة في دولة الكويت أو في دولتنا. الهدف من العملية أن الناس نقيم حالتهم في دولة الكويت ونشوفهم، نعمل لهم كل التحاليل، طبعا يعرفون الجراح مالهم سواء أنا أو دكتور إبراهيم، راح نشوفهم راح نقيم حالتهم وراح نجري لهم العملية بالضبط بقيمة هذه العملية اللي يجرونها لو راحوا في جمهورية مصر أو في أي دولة أخرى. في المقابل أن إحنا راح نعملهم العملية هنا، راح نشيك عليهم يرجعون الكويت، وإحنا بعدين نرجع الكويت ونكمل مسيرة المتابعة والعلاج الطبي لهم، ونكمل نحرص أن يوصلون لأوزانهم المثالية وأنهم يتعافون ويتشافون بشكل ممتاز. هذا ما يخص علاج السمنة. تريم، الشركة اسمها سلم واللي تعني يعني التنحيف، تريم بعض الناس اللي ممكن يحتاجون لبعض العمليات التجميل أو بعض عمليات الشد أو بعض العمليات اللي هي خاصة في استئصال الجلد الزايد وهذه الأمور، ممكن راح نتابعهم في هذا الموضوع ونوصلهم للناس اللي هم متخصصين في هذا المجال في جمهورية مصر، وأيضا يجري لهم العملية وبعدها يكملون متابعتهم. دائما في خلل في العلاج أو السياحة الخارجية أو العلاجية، أن أغلب الناس اللي يجرون العمليات ما عندهم طبيب في دولهم يتابعهم، فإحنا قدمنا اليوم هذه الخدمة للمتابعة والمحافظة عليهم والاستمرار في يعني الحصول على أفضل نتائج من العمليات الجراحية. سلنت رمت أكيد من المعنى تهتم بتخصصات أخرى، وده منطقي لأنه مريض السمنة كمان اللي جاي لك بسمنة مفرطة ده هو يحتاج عدد كبير من العمليات في التجميل كمان. دي حقيقة، في نسبة من 25-35% وقد يكون أكتر في بعض الأحيان بيحتاجوا لبعض العمليات التجميلية أو الترميمية بعد فقدان الوزن. صحيح أن ممارسة الرياضة والالتزام بالفيتامينات والأكل الصحي ممكن يقلل احتياجهم لبعض العمليات التجميلية، ولكن ده واقع بنشوفه بعد فقدان الوزن أنهم بيحتاجوا في بعض الأحيان لإجراء بعض العمليات التجميلية. وعشان كده جه اسم سليم تريم. تريم إحنا بنساعدهم زي ما تفضل الدكتور شهاب إن إحنا بنوفر لهم دكتور جراحة التجميل المتخصص، بيعمل لهم العملية بتكلفة أقل وبيرجعوا يتابعوا في دولتهم الرئيسية. فإحنا المستهدف عمليات جراحات السمنة بكل أنواعها سواء التكميم أو تحويل المسار الكلاسيكي أو تحويل المسار المصغر أو الحلقة المعدة، وعمليات التجميل أو ترميم الجسم اللي قد يحتاجها المريض بعد فقدان الوزن بعد سنة أو سنة ونص من العملية. كل الجراحات المتعلقة بجراحات السمنة والتجميل، لأن الست لا ممكن تحتاج إلى تصغير ثدي، ممكن تحتاج إلى رفع ثدي، ممكن تحتاج إلى تجميل وجه كتير، رجل وست صحيح. يعني لازم الاثنين يلجأوا. لو طلبت منك أن ترسل رسالة إلى مريض السمنة، خلاص هو اسمه مريض دلوقتي، هذا مريض صحيح، هذه الرسالة هيكون في باطنها غير ظاهرة، يعني هتكون رسالة بوجهه. الوجه الأول رسالة تحذير، هيكون في جزء منها شديد اللهجة، هتقول له كلام شوية يعني حفيظ عنوان قاسي، لا ما تبقى مش من غير ما يزعل يعني، بس كلام يعني هو كلام واضح. والجزء الثاني هيكون فيها رسالة رحمة أو بمعنى آخر رسالة يعني طبطبة. دكتور إبراهيم، السمنة حرب مثل ما تفضلت، هذا الشخص راح يظل يحارب السمنة طول مدى عمره. إذا ما هذا الشخص أخذ العلاج الواجب واستمر فيه وحافظ واتبع أسلوب حياة وعلاج مستمر بطريقة طبية صحيحة،
راح يستمر في الحياة وهي will enjoy it وراح يستمتع في الحياة، وإذا ما أخذ بالتوصيات الطبية والعلاجات الطبية وبعض تغيير بعض الأمور الحياتية اليومية راح يخسر الحرب. وتدري اللي يخسر الحرب ينتهي game over، ينتهي حياته. أنت كنت حنين أوي. دكتور إبراهيم، هتقول لي ماذا تراه في السياحة العلاجية الآن في مصر يعجبك جدا جدا وبابي وسعيد جدا به، وماذا تراه في هذا الجزء في هذا ترى أنه مزعج جدا وفي قصور وتتمنى أن يتغير هذا القصور يعني في أقرب فرصة بلا مجاملة؟ أقول حريب بمنتهى الصراحة، مصر فيها مستشفيات على أعلى مستوى زي ما حضرتك تفضلت، فيها فريق طبي متخصص على أعلى مستوى، الخبرة بتيجي من الممارسة، وأغلب الأطباء هنا مارسوا وشافوا عدد حالات كتير جدا أيام النيابة وفي الجامعة وفي كل المستشفيات التعليمية في مصر، وده بيدي خبرات متراكمة على مدار السنين، وده اللي شفناه النهاردة مع الدكتور شهاب في أحد المستشفيات الخاصة. فيها فندقة على مستوى عالي جدا، فيها مستوى أوتيلات كل المستويات اللي ممكن أي مريض أو أي سائح في الدنيا يفكر فيها هيلاقيها، في خيارات متعددة في الفنادق وتذاكر الطيران وشركات الطيران على مدار 24 ساعة. كل دي عوامل قوة بتشجع ملف السياحة العلاجية في مصر. ينقصنا شوية الناحية التنظيمية، الناحية التجميلية، إظهار أحسن ما في مصر، ودي حاجة قاعدة بتحصل. ما فيش شك إن في مجهود كبير جدا من القيادات في التنظيم والاهتمام بالبنية التحتية في الفترة الأخيرة، ده حاجة ملموسة وبيشوفها أي حد بيغيب عن البلد فترة وبيرجع يشوف التغير بنفسه. لكن الناحية التنظيمية إن شاء الله إحنا مع الدكتور شهاب ومع سليم تريم هنبتدي واحدة واحدة إن إحنا نوصل للمعايير العالمية في التنظيم وترتيب الإجراءات ما قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية مع المرضى. أنتوا أسعدتوني ومتشكر جدا على هذه الزيارة الرائعة. وقبل أن نذهب أريد أن أنبه لكل مشاهدين، حذاري أن تظنوا أن السياحة العلاجية موضوع متخصص في الأطباء فقط أو في المنظومات العلمية العالمية اللي بتهتم بهذه النوعية من الصناعة. السياحة العلاجية مسؤولية كل مواطن في مصر، عشان نقوم ونخلي هذه السياحة ترتفع في المرتبة ونستقدم الكثير، كل مواطن في مصر عليه جزء من المسؤولية، عشان هو كل مواطن في مصر برضو عليه هيستفيد من أول سواق التاكسي، مرورا بقى بالناس بتوع الأكل، ما الناس اللي بتشتري أو بتشتغل في مجال العقارات، اللي بيأجروا بيوت أو بيأجروا شقق للناس اللي جايين من برة، كل حتى صناع الدراما يا سيدي، ده صناع الدراما دول عليهم مسؤولية كبيرة جدا إنهم بيطلعوا صورة البلد. كل حد من أول زي ما بقول لكم الراجل البسيط اللي واقف قدام المطار مستني حد يوصله، مرورا بأي حد إن شاء الله، حتى اللي عنده البتاع ده الحنطور اللي بيفسح بيه الناس على كورنيش النيل، كل واحد من دول عليه مسؤولية ولازم يحس ويفهم. ضيوف الأعزاء الأسماء القديرة الأستاذ دكتور شهاب أكروف استشاري جراحات السمنة بالكويت وبدولة الكويت الشقيقة وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة ورئيس مجلس إدارة سليم تريم للسياحة الطبية العلاجية، نورت وشرفت مصر وسعيد جدا بهذه الزيارة الكبيرة المقام والجميلة. الله يخليك. أنا يعني صراحة سعيد جدا في وجودي بجمهورية مصر اللي أنا أحبها يعني من الصغر، وسعيد جدا باستضافتكم، سعيد بمقابلتك، وأشكر فريق الإعداد. يعني أنا انبهرت اليوم بالإعداد والشباب الموجودين كلهم، أوجه لهم الشكر للقائمين على هذا البرنامج وهذه القناة الجميلة اللي احنا نتابعها من دولة الكويت، ولكم كل الشكر. ومنا كلنا ومننا تحديدا كل الحب لأشقاء وأخواني
في الكويت. أرجوك بلغوا محبتنا الشديدة جدا وتقديرنا، لازم نشوفك بالكويت طبعا سمك. طبعا أكيد لكل الدولة من يعني من قمتها إلى كل المواطنين. الله يحفظكم، أشكرك شكرا جزيلا. احنا نحبكم، الله يحفظكم. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد المجيد استشاري جراحة السمنة، عضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة والمؤسس لشركة سليم تريم للسياحة الطبية العلاجية. نورت وأبهرتنا بأفكارك يعني ما شاء الله البريليانت اللامعة وتجهيزات المتميزة جدا لواحدة من المؤسسات اللي بتمنى لها استمرار النجاح واستمرار الإبخار لينا. أشكرك شكرا جزيلا. إحنا اللي بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أيمن لحضرتك ولفريق الإعداد ولقناتكم الكريمة، وشكرا على دعوتك. بلا شك شيء مهم جدا تسليط الضوء على هذه النوعية من الأعمال أو من العمل الجماعي الرائع جدا اللي بينبثق من أفكار وإبداعات خاصة جدا في الناحية الطبية، لكن بتخدم المجتمع العربي خدمة مهمة جدا. خدمة طبية يا جماعة خدمة ليها الكثير والكثير من التأثير الرائع جدا على إحساس الإنسان بما يسمى بالقومية العربية. هذه الجملة القومية العربية جملة للأسف اندثرت كثيرا أو قل الحوار فيها كثيرا جدا في المنتديات وفي السوشيال ميديا وفي حتى الإعلام. ينبغي أن نعود للحوار فيها لأنه هي الأمن والأمان المهم جدا. الرعاية الطبية والتعاون الطبي جزء مهم من هذه القومية العربية. خليكم دائما مع الناس الحلوة.